تعالوا نروح لبيان وزارة الصحة والسكان اليومي عن الوضع الوبائي في مصر، والحقيقة انه الاعداد في البيان يعني انخفضت الحمد لله، يعني هو انخفاض طفيف لكنه مؤشر على ان احنا بنقترب ان شاء الله من نهاية الموجة الرابعة. وزارة الصحة والسكان في بيانها امبارح اعلنت عن خروج 1200 متعافي من المستشفيات بعد ما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية، وبكده ارتفع اجمالي المتعافين من الفيروس ل 410948 لحد امبارح. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان اعلن انه تم تسجيل 1743 حاله جديده ثبتت ايجابيه تحاليلهم للفيروس ومتحوراته، وده طبعا بيتم ضمن اجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمه اللي بتجريها الوزاره وفقا لارشادات منظمه الصحه العالميه. بينما في مصر سجلنا امبارح 35 حالة وفاة جديدة، يعني الأرقام طبعا ربنا يرحمهم المتوفين 35 ويصبر أسرهم وإن شاء الله ربنا يشفي المصابين 1743، لكن مقارنة مثلا بالأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي كانت الإصابات 2000 وشوية وكانت الوفيات تقريبا معدية حاجز الـ50، وفي فترة وصلنا للـ60 وعدينا كمان حاجز الـ60، فده مؤشر إلى أنه ربما إحنا بنقترب من نهاية الموجة الرابعة. طولت شوية بكل أسف، لكن زي ما كانت منظمة الصحة العالمية بتعلن منذ ظهور بداية ظهور وباء كورونا أنه الفيروس بينشط في الأجواء الباردة وتحديدا يمكن فصل الشتاء، فمع اقتراب نهاية فصل الشتاء ودخول الربيع وبعدين الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة ربما تشهد الأعداد دي يعني انحسار كبير جدا. خلال هذه الفترة مهم جدا طبعا أنه نفكر حضراتكم بموقع وزارة الصحة لطلب تلقي اللقاح والتسجيل، طبعا امام حضراتكم الموقع اهو. التسجيل ما بياخدش اكتر من دقيقتين، بتسجل برقم التليفون اللي انت بتستخدمه عشان هيجي لك عليه رساله من وزاره الصحه بميعاد ومكان تلقي الجرعات سواء الاولى او الثانيه للي لسه ما خدش اصلا اللقاح، او الجرعه التعزيزيه للفئات اللي تلقت بالفعل الجرعتين الاولى والثانيه وعدى على الجرعه الثانيه فتره بتزيد عن 6 شهور فبيبتدوا ياخدوا التطعيم، عدا طبعا كبار السن واصحاب الامراض المزمنه تبقى الفتره ما بين اخر جرعه والجرعة التعزيزية تقريبا 3 شهور. بنفكر حضراتكم تاني وتالت وعاشر ويا رب ما تزهقوش، طبعا بنفكر نفسنا معاكم انه اللقاح هو الطريقة الوحيدة الآمنة والفعالة حتى الآن اللي تم التوصل إليها ان احنا نحمي نفسنا من مضاعفات وحدة فيروس كورونا ومتحوراته. وبنفكر حضراتكم تاني ان كل اللقاحات المتوفرة في مصر آمنة تماما، والحمد لله يعني في ملايين من المصريين ومليارات الناس حول العالم خدوا التطعيمات، الحمد لله التطعيمات آمنة وبتحمي بشكل كبير جدا من مضاعفات فيروس كورونا. ربنا يسلم حضراتكم يا رب ويحفظ الجميع.